صامل يعني متاكد والله من وجهك اكون صامل يعني واضح شيء كويس <تصفيق> <تصفيق> يا رب موقع روكت ليج اكستشينج يوفر لك كل اغراض روكت ليج سواء على البلاي ستيشن اكس بوكس ستيم ايبك جيمز يوفر لك كل طرق الدفع رابط الموقع في الديسكربشن والموقع معرب بالكامل ولا تنسون تستخدموا كود خصم في اس ال السلام عليكم اليوم جبت مقطع جديد اليوم جايب لكم مقطع غير اللعب اليوم جايب لكم تريد الاعمى واليوم معي ريان او روني يا هلا وسهلا هلا اللي اللي بيرجعك خسران يعني صراحه يعني ها أه? اصبر هد الله معلش السلام عليكم <applause> شباب اليوم عندنا ثلاثة الاعمى مع ريان اللي هو انا اي اللي انا كم كمل لا تنسى اللايك كمل انت انت رئيس القناه انت, انت رئيس القناه جايب <applause> انت... لكم تريد الاعمى اول حلقه راح تكون اليوم لكن تريد الاعمى نزلها ريان قبل اذا شفت هذا الجزء روح عند ريان تحت في الديسكربشن رابط حق مقطعه قبل ما تشوف مقطع ريان شوف مقطع, ريان شوف مقطع عشان يعني تحس بالانتقام من جهتي يعني شيك سكت تحس بالغبنه بالغبنه, <تصفيق> <بلغبنة>. <تصفيق> <تصفيق> بالغبنة. <applause> قبل ما يبدا المقطع لا لايك في القناه مقطع ريان يعني زي ما قلت في الديسكربشن الاخير اللي هو روح على شوب حط ار2 اكتب في اس ال كابيتال سمول ما ترى ما بتخسر شيء يعني ترى حيجيب لك تشتري حيجيب لك اللي تبغاه يعني ثلاث حروف راح يساعد المره كذي تبغى تشتري شيء مثلا تبغى تشتري هذا الشيء اللون هذا حط كود في اس ال اشتر في موقع اكستشينج اللي تحت الديسكربشن اللي جاكم في بدايه المقطع في عنده مستريات واشياء كويسه ف يعني زوروا الموقع وشيكوا عليه يمكن في اشياء تعجبكم خلونا نبدا في تريد الاعمى بسم الله وعلى بركه الله نرسل تريد أو لازم اعد اول شيء كم عندي صف اوكي 9 7 8 9 10, 10, 10 11 12 13 مطولين صح؟ 33 34 35 35 صف وتقريبا ونص والله كثير ريان كم عندك صف؟ تسعه اوكي بس ف... في اشياء ثمينه والله هذا المشكله يعني في اشياء ثمينه يا رب اني يأخذ منها شيء انا عندي 35 صف ونص او 35 صف وثلاث اشياء حاليا راح يبدا ريان يختار بعدين انا اختار وزي كذا راح نختار خمس اشياء خمس اشياء هو راح يقول لي مثلا الصف الخامس آه الشيء الثالث من اليسار هي الاشياء تقريبا في كل صف سبع اشياء اذا قال الرابع راح يكون لي في النص سابع راح يكون لي على اليمين طيب اختار رقم الحين ريان خلصنا القصه بسم الله والله قاعد اسولف واجد شوف انا ابغى الشيء الصف <تصفيقي> الخامس الشيء الرابع من اللي صار زي يعني؟ اللي قلته يعني ايش قلت لا والله ما ما سمعتك انت ما شاء الله سولفت مره احضرت معه نفس اللي قلته بالضبط والله ما كنت داري انت ناقشك 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 ناقصك لا انا شطرنج في البيت ولا شيء لا والله عندي شطرنج القم طيب القم هذا الشيء الاول الحين راح اختار من عند ريان من تسع صفوف انا اختار الصف الثامن اخر واحد اليمين وجهك تغير ما خرجت ما انا خرجت تنسدح على شاطئ المحيط لسه تاكيد تنسدع يعني تسوي كل حاجه ما ترتاح بس هذا بس هذا <applause> كوايه ولا ايش هذه؟ لا لا مو كوايه هذه هذه انت كذا تتشمس تحط تان تان تحط وجهك على وجهك الطويل شباب يسب لي شباب <applause> طيب شباب <applause> والله في شيء اتمنى تاخذه <سؤال> المشكلة فوق على اليسار ما راح تشوفون الاشياء الاغراض اللي عندي لكن الاغراض كلها مو مهمة اول اثنين اول اثنين فوق اليسار مو مهمة اعطيتك يعني هنت الحين ان ضبطتك يعني لا تختار ف... اول اثنين على اليسار مو مهمة حلو مرة, مرة على اساس اني بختارها يعني انا اختار سابع اول واحد على اليسار نشرب شاي لانه بيجينا مستري <سؤال> اختار مرتين هو حلا؟ اختار مرتين حلا هو ها؟ كيف الحال؟ دوري دوري اختار اختار ابغى اختار الشيء رقم 10 الصف رقم 10 الشيء الثالث يا ساتر يبغاني متر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 العاشر ايش؟ ثالث اوه شكلك تتابع بيكي بلايندرز كثير انت ايوه ايوه ايش هذا؟ ايش جاء؟ اوه حد اللي توماس توماس كلبي توماس كلبي والله حيكون معاي توماس كلبي والله انت الصف السابع اول واحد على اليسار ثابت طلع يلا حتفل احتفل معانا اصبر متى يوم ميلادي؟ لا لا امزح استغفر يعني ما, ما, نحتفل بهذا الاشياء شباب استغفر يعني. <تصفحة> الله احنا عندنا عيدين عيد الاضحى وعيد الفطر اختر يا ربي كريم يقول لك نبغى الصف الثالث الشيء الاخير من على اليمين انا متاكد حيطلع شيء افصخ سماعه بشوف اذانك شوي اوكي شكل اذنك صغيره تبغى اذن اكبر شكلي والله هذه اذن صغيره راح الله يسترها اما الغبنه يا رب يا رب يجيني والله في شيء في شيء اتمنى اتمنى نختاقته على بيه. قد وجهك يا استاذ حلقه تنمر شباب والله الصف <applause> الخامس الشيء الخامس واحد اثنين ثلاثة أربعة شوف أنا أعطيتك هذه لأنك أنت محب للشيء هذا جدا حتى لونه أزرق كوب قهوة أحباتي الحمد لله ولونه أزرق الحمد لله راضين راضين طيب طيب لا لا لغيت تريد لغيت تريد بالغلط والله والله لغيت تريد بالغلط حافظة حفظ حافظة حافظة يلا يا ريان ليتس جو دورك شوف 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 هذه الحركة لازم اشوفه اوكي يعني ما جد ما اختر, اختر. <تصفيق> 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 ابغى <تصفيق> ابغى الشيء الرابع ايوه واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة عندي خمسة وثلاثين صف لازم تختار بعناية صف الرابع الشيء السابع صف الرابع الأخير <applause> الأخير صف الرابع الشيء السابع آه. أي أكيد أي هذه فين هذا واضح إنك تبغى تصير كابتن يعني طيران والله كابتن <تصفيق> <تصفيق> اوكي اختار الاول الاول الطف الاول خيار الاول بس صامل لاني متاكد والله من وجهك اكون صامل يعني واضح انه شيء كويس ما يا رب وش الصرخه هذه؟ وش النكسكس حقي؟ ليش حرقت عليكم يعني الحلقه حقته بس شوفوا حلقه حقته هذا حقه فش اخذته من عنده لا 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 حظ الخرا يقطع من هذا انت اخذت حقك باذن الله انا حاخذ اللي اخذت ايش اخذت مني؟ اخذت حقي وش اللي ايش اخذت مني؟ انت اخذت مني اول شيء في المقطع حقي بس في المقطع حقي ما راح اقول ما راح احرق عليهم يشوفون شوف 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 اعطيني الشيء الصف الثامن اوكي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية الشيء الشيء الرابع أه اكيد انا شوف يعني لك عليه خلاص خلاص الصف الثاني الشيء الثالث ايش معنى اخترت الصف الثاني الله ياخذ هذا آه الصراحه ايه هذه فيها ان حط اكيد بدون ما تقول لي متاكد بدون ما تقول لي بسرعه حط انت قلت هذه صدمه هذه ودي حمر يا عيال عادي عادي الله يقلع ابليس اخذ واحد اخذ واحد واحده بواحده والباقي اظلم اه والله. شغل انك سكس افضل يعني عادي عادي ما زعلت لا تزعل لا تجيب شيء عادي الصف الرابع شيء الخامس اخترته صح؟ الصف الرابع شيء الخامس اخترته صح؟ لا جيبه لا لا قال احنا نجيبه جيب صديق كم يساوي؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة يا ربي كريم يقطع ام القهر يا عيال الحمد لله لك يا رب انه كان قريبا من الهدف والله قهر اقسم بالله يا عيال آه انت كمل شيء سادس ولا؟ قناتي سبعه ماتك سبعه اكيد أنا بالي انه خمسه بس بس اوكي انا اخترت القلوب الجر... القلوب لكم يا شباب اللي اشتركوا واللي حط كود الشباب يعني شوف 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 <applause> ابغى الصف الثامن شيء الرابع هذا اللي اخترته اول وغيرته ترى اكيد اكيد والله شيء حلو تبي الصدق يعني صراحة اه والله مرة حلو كذا كان شيء شي حلو والله حلو والله مرة, حلو هذا أحسن من الأشياء اللي معطيني معطيني إذن معطيني طيب أنا بختار أنا اخترت الأول الأول بختار اصفر الثالث ثالث صف الثالث شيء ثالث صف <applause> الثالث شيء ثالث يب شكلك تبى تبى قرصة صح؟ والله شوف يعني على حسب اختيارك سيء جدا يقول لك الشاعر <applause>

نشوف الثالث ان شاء الله الرقم الثالث اكيد الشيء الثالث يعني الشي الثالث هي ايه عادي عادي ما زالت عادي نزل شوف شيك حقك هذا الظاهر ولا والله اني مدي حقك ولا لا <applause> يطعم هذا انت الحين ليش اخترت 15 ما ادري خمسة 5 خمسة في خمسة, في خمسة لا لا ما تضرب لا ما تضرب <تصفيق> حقيقه <تصفيق> لا أب اول شيء غير سلطعون البحر شوف انا اخترت الاول الاول اوكي وخذيته حلو واخترت الثالث الثالث الحين بختار الثاني الثالث فالثاني ثالث شيء يا ربي كريم ولنا يعني عندي في شيء هنا شوف ترى سيء ترى سيء والله لا اثبت عليه سيء مو سيء والله لا اثبت عليه طب ما انت مره ما تخليني اجاملك يعني ولا مره جيب خلاص رضينا بالامر واقع خذينا سلطعون ايش تبغى زياده؟ كوب قهوه لا اصبر بريكات هذه ظاهر اني ما هذا هنا بقى. سيارتك سيارتك هذه <applause> يا الله خذيت اغراضك آه. الغبنة يا الغبنة آه. اصبر 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 بتاكد انا من شيء هل انت خذيت اغراضك كلها؟ لا اصبر الا الا لا لا لا, لا 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 البايوماس كان حقي اصلا انت في شيء ثاني أغراضك ولا لا؟ انت خذيت صف يعني 15 شيء. شيء ثالث صح؟ ايوه الشيء الاول كان هذا فاير أغلى طب أعطيني خليه. والله ما والله ما تشد أكسبت, أكسبت بس. سوا أكسبت على طول حسب في موجود. يلغفنا <applause> يلغبنا تي والله تي زرفتني شوية يعني بس جراتي يا لا. دي... عموما ان شاء الله استمتعتوا بالمقطع المقطع مقطع ريان اللي يبغى يكمل ويشوف التحدي هناك ترى في اشياء غير الاشياء اللي اخذناها واللي عرضناها الحين اشياء مره كثير فان شاء الله استمتعتوا بالمقطع لا تقصرون بالدعم لايك اشتراك وقناه ريان في الديسكربشن وان شاء الله حبيب اذا عجبكم المقطع نزلوا منه حلقات ثانيه ونجيب اشياء نادره اكثر طبعا يعني اللي يبغى اشياء نادره قلت ليج اكستشينج يعني عندكم الرابط في الوصف كود الشوب في اس ال لايك اشتراك وش كمان تبغى سريع؟ هذا الايتم شوب كود نشوف شوف في اس ال اللي ما يحطه والله لا بيت لا اصيده <applause> شرفتونا والله نورتونا اذا شفتوا مقطع الى هنا وصلنا المقطع يا شباب لا ال... تنسون زر اللايك والاشتراك وكل حاجه حلوه خلوهم حساباتنا تحت وقناتنا تحت و... وش باقي؟ وبيتنا تحت اللي كاتب تحت المهم نشوفكم على خير